شو اسمه شو اسمه شو اسمه عندنا بالعربي يسموه المناطق اللي زي كذا نسيت. هذا نقزتها بريال الزبدة ما يمسك الأشياء كذا وينقز فوقها. اوكي الحين نروح عند الجي. او ماي جاد مسكتنا شرطة على طول. والله ما شفتك اسف والله ما شفتك. خلنا نشوف الحين مطاردة حقيقية عاد. الحين مطاردة حقيقية نشوف اذا من جد نضيعهم ولا بينشبوا. الزبدة المكان حق الخرابة اللي بالسيارة يسموه جانك يارد بالانجليزي لكن زيت بالعربي ايش. اوكي ضيعنا الشرطة. وداع شونغ لي شونغ شينغ. Chunky Lee Chung is pushing spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. ممكن تعرفنا على اسمك مرة ثانية يا الأخ طيب؟ Remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Okay. هذه سيارة كنا راكبينها قبل شوي صح؟ بنروح الحين تشاينا تاون المنطقة الصينية الحي الصيني. يقول لك انتبه هناك كلها عصابات. بس ما عندنا أي سلاح أصلا الحين. شوف النكبة اللي بننتكب فيها الحين. اوكي. أو ماي جاد. يا بوي يا بوي يا بوي غشاش كذا انت على طول. بقسه بقسه. او ماي جاد متنا متنا بسرعه كذا. اول موته لنا يا شباب سجل عندك. طيب اوكي اوكي عارفين عارفين. خلنا نشوف يبي لنا الحين وقت الشفرات كذا. اوكي R2 الوان R2 نا 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 حلو ايوه كذا. ايش رايك توخر؟ بتخاف ولا ما بتخاف؟ سبحان الله ما يخاف. انصدم جات له صدمه عاطفيه قال ايش ذا اللي عنده ده من وين طلع السلاح؟ لانه هو شايف ادمي قدامه. كيف بتعرف ان ادمي عنده ذا الاسلحه كلها ذي؟ وشو في فكرت اسم المسدس ام علي. كويس وخر هو جاي قدامي بعد انا قاعد اسوي شفره. ايش التوقيت الغبي حقه ذا؟ نجيب زياده ورا ما توخر انت ورا ما توخر. R2 الوان R2 مضبوط. الحين اعلمكم انا واعلمكم. الحين اعلمكم انا دقيقه. R2 الوان L2 سوينا لنا درع يا شباب. نبغى نسوي لنا فول هيلث بعد. R2 الوان R1 حلو. اوه تصلح السياره بعد. يبغالي احفظ ذي حقه الدم تصدقوا. اشوف R2 الوان R1 اوكي ان شاء الله بكون حفظته. R2 الوان R1 يسار تحت فوق يسار تحت فوق او لا يسار تحت يمين فوق يسار تحت يمين فوق. خلونا نجرب نسويها كذا. R2 R1 L1 لا 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 غلط ما ادري اللي هو عاد وقت اللي نحتاجها نطلعها الزبده. لكن ما اظن بنحتاجها دام عندنا كل الاسلحه الحين. خلاص الحين نظبط الدنيا يا شباب نظبط الوضع.
خلنا نضبط لنا سلاح. ايوه هذا الحين اعلمكم انا. انا اعلم. ايه طيب طيب خلهم 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 على راحتهم. وين اللي قتلني؟ وين هذا اللي انت اللي عندك سلاح ها؟ بس يلا بسرعة بسرعة. هذا يبغون نذبحه ولا نصفقه ولا ايش نسوي فيه الحين؟ لا تقول لي بركب السيارة، لا تقول لي بركب السيارة، لا تقول لي بركب السيارة، ركب السيارة. تعال قوم 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 قوم. وقف. نقتله ولا نخليه؟ يلا علمني كيف تقوم الحين. خليني بشرب انا عصير. على ما تفكر كيف تقوم. اسمع اسمع الازعاج، اسمع الازعاج ما ينتظروا دقيقتين. بيركض صح؟ اذا بيركض بقتله. خليني اقتله. اوكي نقتله طلع. اكيد خايف اقتله ويقول لك لا ليش قتلته؟ المفروض تخليه يجي معاك ويروح الشقة، وبعدين بعد ما يروح الشقة لازم يقعد ويطالع في الشقة كذا. احيانا روكستار يستهبلوا ولا ايام جي تي اي في، تختيم جي تي اي في يا شباب ياما كذا تصير معانا. يطلع لا مو المفروض انك تقتله، المفروض انك ما ادري ايش تسوي. R2 R2 R1 L1 ما تشتغل الظهر. شيء ثاني نسيت انا. يس حفظته سويته خلاص ممتاز. فان هيست. Alright we're gonna hit the payroll van. اوبا على طول كذا. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. Then take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. لا تخليني أطلع لك الحين دبابة. All day, so don't hang around. ترى في شفرة دبابة طلعها. إذا حسيت إني غفيت بجيب دبابة بسرعة. عاد الحين يلا يعني يصير سطو. بغير قاعد نصقع فيهم زي الديدان. ها جي تي ما تصير جي تي اذا ما صقعت اللي يمشوا الام بي سيز. ينفع طلق النار طيب؟ مشكلته ما يطلق الا قدام الا جنب على جنب ولا شيء والله. انا خايف تدخن علينا ذي. شو اللي صار الحين؟ خلاص يصقع صقع بعد زيادة زيادة. اصقع اصقع. ايوه كفو عليك كفو عليك. اي قلتش الاخو قلتش. اصقع بعد اصقع. وخر انت تاكسي تاكسي في جي تي اي في مو بهنا. والله قاعد يصدم يا شباب كفو. قاعد يساعدنا هو اصلا. بس السيارة ما تطمن الحين صارت صح؟ بانا سيارة جديدة. أي سيارة تكفى في الشارع؟ أي سيارة في الشارع؟ ما في. أنا خاف إنها تنفجر يا شباب. أي وقف 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 وقف. أغير السيارة. لو سمحت قوم. أهم شيء نستأذنها. حلو حلو. هذه سريعة بعد. ممتاز. ما صار له شيء في الصقعة دي غريبة. نصلحها احتياط. حلو. سريعة ذي مرة.
يلا بقى شوي بقى شوي. الحلو انه هو ناشب ما بين ما بيزهقنا. شوف الغبي شوف الغبي، المشكلة انه عدل السيارة بس قاعد يمشي كذا. انتظروا اتفرجوا اتفرجوا على المنظر. نروح كذا. لقى لقى طريقة لقى طريقة. ها بس حلو انهيكم من معاناتكم. خلاص 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 يبغوا يصعدوا فوق بس مو بعارفين لوين. شرطة كاني سمعت صوت شرطة. انا امشي. خذ الشاحنة المستودع فيها شيء داخل. اصلا ما فيها شيء داخل ما ادري ايش يبغوا فيها. يلا جتك الشرطة النشبة. خلنا نصلح السيارة بس خلاص. الحين دام اني حافظ الشفرة ذي انا بنفوز بمهمات واجد. امشي شو تسوي يا ولد شو تسوي؟ يعني تعرف اني بفوز في المهمة كذا ولا كذا يعني؟ قاعد تفشل نفسك والله قاعد تفشل نفسك. جا خوية؟ كان يسمع صوت سيارة شرطة ثانية انا. واسمع صوت سيارة الايس كريم بعد. المفروض نطلع من هنا. لا 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 بس اي حلو. ايوه انكب نفسك انت وياه. ايوه ايوه كملوا كملوا. والله انكم نشبة توني قاعد امدح فيكم خلاص. لا بس قاعد يتلاطفوا معاي. قاعد يتمازحوا معاي شوي بس. ولا مو بقصدهم هم. شفتوني ادعس الناس بعد كويس. شوفوني اهم شي شوفوني انا ادخلها بعد داخل. يا كبره كراج. She's on fire. الاغنيه دي قبل شوي اعرفها كاني انا. 20,000 والله هنا يقط فلوس. ها اتصال. إذا كنت هيبورن فيبورن. الحين بيصير بيفل هذا طبعا لأن رحنا له مهمة واحدة بس. فا بالظاهر إنه بيصير يفلها. يبغانا نجي عنده كل شوي عرفته؟ أو ما أدري والله وش الهاتف اللي رحنا له هنا قبل شوي. إي هذه. لا ما نبغى مهمة جانبية. احنا نبغى نركز على المهام الرئيسية عشان نشوف القصة. Oh, here's the guy I was telling you about. All right, listen, this guy, he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Yeah, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant. أعرف هذا الاسم ذا أنا. Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car. Joey just fixed this junk heap. So no fancy crap, okay? يعني ما يبغانا نصدم. لازم لازم في مهمة كذا ما يبغوك تصدم فيها. بس كثرانة هنا في GTA 3. اشطفهم كذا. ايوه حلو. يروح مغسلة الملابس عند اشغال يقول هناك. يلا صقعنا كويس ما انتبه. حكة عشان نكون واضحين يعني. داخل لهم بالعصا. داخل لهم بالعصا. بل 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 طلعوا له المسدس. افقع
يا ولد يا ولد يا ولد بيلحقونا سيارات ما في ملاحق كويس. صلح سيارة انت في طريقك كذا. ايوه حلو. وجدتنا شرطة على الماشي. الشرطة اللطيفة. The triads think they can mess with me. The triads. With me. Drop by later. Give them something to launder. Their own blood-stained clothes. المشية بس. بس هذا حقك انت 3000. خلونا نروح له الحين دام انه هو جنبنا. Take a seat, kid. Take a goddamn seat. So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Sorry, Ma. Yes, Ma. I want you to destroy their laundry vans and. What is that? No, what is that? Eight Ball can supply you with what you're gonna need. ما يحتاج شيء عندنا كل شيء الله يخليك. هذه بظل تطلع لنا اللي فوق الحين دائما. لا كويس. يبغى ينتقم الاخو ها؟ عاد مهم ما تقتل الحين بعد تبغى نقتل لازم تزود فلوسك مو 3000 تصير بخيل. معليش صقعنا شرطي عيني عينك. ما قال لنا شيء لطيفين. شوف الحين انا اقول لطيفين لكن فايس سيتي لو بتدخل فايس سيتي بتسمعني اقول غثيثين. والله بتسمعني اقول يا بوي كيف نطلق على هذا الحين وجنبنا شرطة. وقف لو سمحت وقف لو سمحت وقف. ما في ما في هذا جان. وقف شوي بس شوي. هو يبغاله شوي عشان يستوعب عشان يفكر يقول الحين السيارة احترقت أنا أقوم ولا ما أقوم. كسرت المثلث في مخها هالأبكم ذا اللي ما يتكلم. استغفر الله. يلا من هنا. ما دريت إن بتنفجر السيارة بسرعة بعد. أنا من كان يتوقع أصلا ها. لا كويس ما بيعودونا من بداية الدنيا. لو إحنا في السوني 2 الحين أو السوني 1 كان الحين من البداية البداية ما في علامة تحفظ. نروح هنا. طلعنا بيطلعنا في مكان في طريق. ما في عجبك هنا الشجر اللي تصقع فيه. اوكي ما اشوف شيء ما اشوف شيء. هذا اتمنى عاد بجي تي اي 6 يصلحوا هالمشكلة ان الشجر اذا صقعته ينكسر مو ينصقع. هم اصلا سيارتهم مدخنة لو تلاحظوا. اخاف الحين اخاف اطلق بزيادة بعد الحين فجأة تنفجر علينا. بس الانفجار صاير ضخم هنا. ها نصلح السيارة مضبوط. يلا اللي بعده. حلو اللي بعده قدامنا. واضحة يا روكستار حاطين السيارة الشاحنات تدخن عشان نقدر ندمرها بسرعة. كأنه قام كأنه في حد قام. حلو تكفى تكفى انتبه تكفى انتبه. كويس يلا بس بقى شاحنة واحدة. يلا الحين قول لي على كل هال
على كل هالقتل كم بيعطينا في النهاية؟ أنا أبغى أشوف. أنا هاي الحين تعتبر إيه يعني كصعوبة، هذه أصعب مهمة تعتبر ترى في جي تي 3 الحين حاليا ما بعد نتقدم. إحنا حاليا هذا اللي أشوف أصعب شيء، يعني لو ما سوينا شفرة الأسلحة إحنا هنا كنا راح ناكل الهواء. شوف الناس تركض، وين وصل ذا؟ وين وصل هذا؟ مستعجل ذا، هذا اللي في ذي الجهة ذا دائما مستعجل. خلنا نصلح سيارتنا احتياط احنا. لفاته مستعجل الرجال مرة. اثبت على طريق ابوي. وخر! حلو 20,000. الظاهر ذا بيجي يطلب مهماته صح؟ لكن حلو بدينا الحين حماس. انا قاعد اشوف حروف بس، يعني ما يعني انا الوحيد اللي حفظت اسمه لويجي الحرف ال بس، اما الباقي احسهم تي. هذا ايش ذا تي والجي ايش ذا؟ ما تدري البيك اب. He'll never be as tough as his pop, but he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. حطنا رسالة. Bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Cipriani ولا كبرياني أنت؟ شكله شو اسمه؟ كلج. الحين صحيح في GTA 6 إذا صقعت أحد بيطلع منه فلوس ولا لازم تفتش الجثة أنت بنفسك؟ في الإعلان الأولي لو لاحظتوا يا شباب ما شفنا أي دموية، يعني إحنا شفناهم يأشروا بس بالمسدس لكن ما شفنا انفجارات، ما شفنا طلق نار. يعني واضح GTA 6 إن شاء الله بتكون جبارة يا شباب. جاي هاوش ذا، جايين يهاوشوا يا أبوي من كل الجهات. ها بالسيارة اركب يا بوي. بسرعة اركب. Oh my god. الله ياخذ شكلك قاعد تسوي الشفره. غبي. طيب الله ياخذه الحين بيجلطنا ذا. احنا ما صدقنا على الله نشوف مهمات زينه، على طول بيجونا جلطه يقولوا انت ارتحت بالمهمات الطيبه ذي، ها ارتحت الحين بالمهمات اللي ما فيها صعوبه، ها الحين نجيك الحين نعلمك. على طول كذا يجوك بالثقيل، خلاص ارتحت الحين حميت بالبداية مهمات كذا توصيل كأنك تاكسي انبسطت يلا الحين ابلعها. كنت ابغى اركب السيارة لكن ذا هذا على ما يستوعب انه يركب السيارة يبغى له سنة. الحين بركب السيارة بسرعة. اوكي تكفى سكيب ترى لقطة سخيفة. شوف بيجي بسرعة الحين بيجي وركض. اركب يا ابني اركب. قوموني الرجاله. اصبر. على وجهك. اعطوني انتو بس مجال عشان اقدر اطلق عليكم زي كذا. وخر عن باب السياره، وخر خلني اخذ السياره يا حمار. حلو نتمشى شوي زي كذا ناخذ لفه. يلا الحين مثال هذا الرجال
يبي له ذي. قمت قمت ما صدق قمت بالسيارة. جاي بالسيارة ولا ايش؟ يا والله جاي بالسيارة. وخر وخر تعال انت بس تعال. هذا قالته شنو؟ بوليس بوليس بكرة يا بوي. قاعد استهزئ فيه ما صلح سيارتي وانا بالطريق. وهم يلاحقوني. كانوا ماسكين اكياس اللي قبل شوي. الو الو ممتاز خلصناه يا توني سبرياني. نروح عند الجاي يا شباب ولا نكمل فيه؟ نكمل فيه دام انه عندنا هو لقاء سلفاتور. ايوه سلفاتور سلفاتور ليوني الظاهر اسمه. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. اوكي خلوني اشرح لكم من هو سلفاتور. هو الظاهر سلفاتور اللي نفس في بالي يا شباب. اللي قلت لكم انه هو كان موجود في GTA 3. اللي هو قصدي لا اللي قلت لكم انه كان موجود في GTA 3 لما كان يلعب GTA San Andreas. هذه استسلمت ذي. كان سي جي يسوي بعض المهام لسلفاتور ليوني. خلونا نشوف وجهه الحين اذا هو نفسه ولا لا. اذا هو نفسه بقول لكم ايه الظاهر كذا في الحلقه. ما ادري اي حلقه الزبده في جي تي اس سان اندرياس لكن كنا نسوي لا مهمات. انا اتذكر اللي بيتذكر القصه يا شباب بيعرف هي نفس المهمه. في مهمه المهمات ان تاخذ سي جي كذا يروح للمدينه الثلجيه الى ليبرتي سيتي لو تتذكروا الى هنا يعني. فسي جي سافر الى ليبرتي سيتي وجاء هنا بعد. ف في ذي المهمه هو اصلا قبل الطلب انه يجي يروح لليبرتي سيتي. سي جي قبل طلب ان سلفاتور ليوني هو اللي طالب منه سلفاتور ليوني انه يروح لليبرتي سيتي ويقتل بعض الناس في حانة ما ادري ايش كان اسمها نسيت. فراح نشوفه الحين راح نشوفه. تذكروا كين روزنبرغ اللي بفاي سيتي نفس الشيء طلع بسان اندرياس بعد. سان اندرياس طلع فيه اكثر من شخصية من بعض الاجزاء. غلطنا 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 والله غلطنا. خلنا نصلح السيارة. حلو جاي خلاص حاقد. لويجي الحين بيجي صح؟ هذا لويجي ها؟ من زمان عنك يا ولد. والمفاصيخ حقينك ذا استغفر الله. حريمه ما يخلصوا عجيب ذا عجيب ما ادري وين يجيبهم. ما نبغى نعرف وين يجيبهم. كلاود حرفيا كأنه سواق. كل الناس حرفيا ركبوا ورا ما حد ركب جنبه لو تلاحظوا. اركب يلا انت ما ادري ايش اسمك حرف التي. هذا هذا توني هذا توني سبرياني. اركب بركب جنبنا اخيرا احد جنبنا يا بوي. بتصير ملاحقات الحين ها. شوفوا 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 قاعدين يتهاوشوا قاعدين يتهاوشوا يبغوا يجوني باي شكل. كان ان شاء الله ما حد يطلع من قدامنا الحين فجاه. يا بوي مسكرين الطريق تستهبل. انا كيف بدخل الحين لداخل؟
ايش المفروض اسوي؟ شايفين مسكرين الدنيا؟ فجأة احترقت سيارة وقومني. عجيب. قولي الحين بنعيد المشوار. الله ياخذك، الله ياخذك زين. يلا مع السيارة ذي. كأنك مستعجل. لا مو بالحين تجي الشاحنة، مو بالحين. لو بس انا، لو اني انا، لو ان ذا يقوم بسرعة ويركب بسرعة كان امداني اطلع بازوكا انسفهم من عن البوابة، انسفهم على البوابة وندخل السيارة بسرعة ونمشي، نركب كذا ونمشي. الشرطة ما غير قاعد تهوش هنا اصلا. شوف شوف كل شوي تجي الشرطة وتختفي. عدو اول شيء نجي عند ذا الاخو. هو ذا شو اسمه ذا؟ اوكي. هالمرة بحاول اسويها ان شاء الله يمدينا اسويها، اللي هي اني اقوم بالبازوكا كذا وانصفهم، بس لازم اكون بعد شوي عنهم. بس يطلقوا بالمسدس الحيوانات، يطلقوا. بدأت تصعب اللعبة الحين يا شباب. مش كما يمدينا اسوي سكيب. واو ذي ماتت بعد. مش كما يمدينا اسوي سكيب خلاص، احنا ندري انه بيركب. طيب دقيقة بس، انا ابغى اجهز البازوكا. خلنا نشوف الحين اذا بتضبط. هي اول ما نقوم، اول ما نقوم بوم كذا. اي ان شاء الله ان شاء الله، بس لازم نبعد نكون مسافة شوي. الحين بتجي الامة الاسلامية. اي امة اسلامية؟ مين يا ابوي؟ الأمة العالمية. دقيقة نضبط السيارة على ذي الجهة، لأن احنا بنروح من ذي الجهة. يا كثركم من تكاسي، روحوا جي تي اي في بعدين ببغاكم انا، بعدين ابغاكم هم بينا. يلا انت امشي امشي، زمانهم جو كلهم الحين. الحمد لله فكرني يركض. شوف بيجي مستعجل، بيجي مستعجل. افقع 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 افقع. والله جايين 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 مدرعمين. بسرعة قوم قوم قوم. اركب اركب اركب، الله يحفظ شكلك. اركب اركب اركب. النكبة النكبة. النكبة. متنا. آخ آخ. يلا نعيد. عاد من هنا عاد تستهبل انت. نقدر نجمعهم كلهم. مو بصاحي والله، مو بصاحي. نصفه الدرع بعدين نصفه الدم. مجانين والله مجانين. ما في امل، ما في امل انك تسوي حاجة. يعني انا مفترض ايش اسوي يا شباب غير هالطريقه ذي؟
نسفتهم حاولت اني اركب، والله انه ما يركب ما يركب، كسرت المثلث. وخر انت وخر انت الثاني بعد وخر، اعوذ بالله. بس يلا دي قاعد تستعرض عضلاتها بعد، قاعد تمشي هنا، واضح انها عضلات مو انا ساكتين بس. نمشي ناخذ الاهبل اللي هناك الحين لويجي. How you doing, kid? جربها مرة أخيرة يا شباب. لو إني أنا كنت مستعجل بس ربع ثانية زيادة كان بيركب الغبي اللي معانا. أنا ما دريت إنهم سادين أم الطريق. عجيبة ذي عجيبة. مدرعات مو ب. لو انه اركب هو بس اركب اركب. لا وقفت كذا انا. اركض 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 اركض. الحين بنركض احنا كلنا. اي اركض زي كذا. ارجع ارجع ارحم لي امك ارجع. الو الو والله جا ورانا. خلوني بحوس شوي. مجانين مجانين كل ده عشان يمسكوني. ورانا نضيع شوي فيهم. ما اشوف احد. جا انا كان اوقف بمنطقة الحين انسف ابو اللي جابه علمه مين اللي لاحقني. وخر انت بس. والله خايف اني اوقف يا شباب وينسفني. قوم قوم طيب قوم 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 قوم. ويا كثركم طيب يا كثركم حبة حبة. يا بوي صلح. حلو افتكينا من اللي ورانا. الحين نتفرغ لذول. طيب بس يلا امشي. ما في الا كذا. اخيرا ها؟ أخيرا يا شباب. حلو. يلا الحين اجتماعكم البيض النايم. You did good back there, kid. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi. هذا هو. سلفاتور ليوني. Salvatore, you've been away too long. You tell them once this unfortunate. هو سلفاتور ليوني ولا لا؟ ما أدري. بس إنه سلفاتور هو. It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Luigi, ولدها. How's your mama? She's a great woman, you know. Strong,
Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. عجب ها كلاود اس حلو. وهذا هو سلفاتور ليوني يا شباب. انا اقول هنا يا شباب خلونا ننهي الحلقه الاولى عشان الحلقه الجايه راح تكون مليئه بالحماس مع سلفاتور ليوني شكله. ف لانه سلفاتور ليوني كان في له مهمات جدا رهيبه في سان اندرياس, فطبيعي هنا في ليبرتي سيتي فبيعطينا مهمات قويه. وصراحة اني صدعت انا من المهمة ذي اللي تونا خلصناها واخيرا خلصناها. فبس يا شباب الله يعطيكم العافية على المتابعة, ان شاء الله نلقاكم في حلقات اخرى. لا تنسى اللايك والاشتراك, تعليقاتكم رهيبة لا تحرمونا منها. كان معكم اركين سمارت وفي امان الله. السلام عليكم.